بيروت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من بيروت، مدينة الإمام الأوزاعي رضي الله عنه، مقصد العلماء والرحالة، لؤلؤة الشرق العريقة، حيث تحتضن الشواطئ الذهبية أمواج البحر، ويرتفع نداء المآذن مع كل فجر. بدأت حكاية رجل المشاريع سماحة الشيخ نزار حلبي، حكاية عنوانها المجد وسطورها البطولات. أما البداية فتعود إلى سنوات وسنوات مضت، حيث التقى في مسجد برج أبي حيدر فتى شديد الذكاء، محب للدين، بعلامة العصر وقدوة المحققين، محدث الزمان، الشيخ عبد الله بن محمد الهرري الشيبي العبدري، الذي قدم إلى بيروت عام 1950 رومية، واستقبله كبار مشايخها مرحبين ومستبشرين بإشراقة شمس لا يحجبها الظلام، ونور لا تطفئه الدياجي، وكانوا قد سمعوا عن تبحره في علوم مختلفة، وعن جهاده وهو مفتي هرر الصومال في وجه الطاغية الجبار المسمى هيلاسيلاسي. هذا الجهاد الذي أدى إلى نفيه وإبعاده عن الوطن والأهل، كما سمعوا عن حافظته العجيبة، بالإضافة إلى تقواه وزهده وورعه واشتغاله بإصلاح عقائد الناس ليلا ونهارا. بالعز متوجي باللي علمنا الخير بنور توهدي بيروت. أقبل الفتى بكل جوارحه يتابع دروس العالم الحافظ المحدث، يعي بقلبه وعقله ما يقول ويفعل، والشيخ يلاحظ ذلك ويسر به، فيولي تلميذه عناية زائدة واهتماما خاصا، ويلقنه العلوم الشرعية غذاء للروح، ويرشفه لبن المحبة المحمدية نورا للقلب، إلى جانب متابعته العلوم المدرسية في ابتدائية أبي بكر الصديق، ثم في ثانوية عمر بن الخطاب، لينتقل بعد ذلك إلى أزهر بيروت ثم أزهر مصر، ويتخرج من كلية الشريعة والقانون سنة 1975 رومية، ويعود إلى لبنان وقد شب على خطى الليث الذي رباه، متخلقا بأخلاقه، سائرا على نهجه، متمسكا بمبادئه، يرى الحياة درب جهاد وعمل. ومنذ ذلك الحين تولى مهمة الخطابة في مسجد برج أبي حيدر في بيروت، وانطلق بهمة راسخة وعزيمة لا تفتر، ينشر الخير ويعلم الناس رجالا ونساء وأطفالا كيف يتمسكون بدرب الأنبياء، وكيف يحبون الوطن ويدافعون عنه، فتلتف القلوب حوله، تجمعهم المحبة في الله والأخوة الحقة ووحدة الخط والهدف. وفي سنة 1983 انتظم العمل في إطار جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، بعدما تسلم سماحة الشيخ نزار حلبي رحمه الله تعالى رئاستها، فحولها من اسم منسي بين مئات الجمعيات الغائبة إلى واقع يملأ مساحة الوطن. مشاريع 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 مشاريع. إنجازات تلو إنجازات، ومشاريع تلو المشاريع، وتكبر المؤسسة، ويبقى القائد رحمه الله كما هو، رجل تواضع وحلم وحكمة،
ويترقى بهمته وإخلاصه في مقامات التقوى والعزة، حتى قال فيه شيخه العبدري: بعض الناس واحد كألف، وألف كتف. والشيخ نزار من الطبقة الأولى، نزار واحد كألف. شغل أوقاته رحمه الله في نصرة الحق والاعتدال ومحاربة الباطل والتحذير من التطرف ومواساة المحزونين والمكروبين. تقوى الله صفته، النزاهة عنوانه، الصدق لباسه، وعمل الخير دربه، الذي لم يقتصر على ما ذكرنا على كثرته واتساعه. كان لبنان دوما في باله، ولما كان التطرف والغلو من أخطر ما يواجه الوطن والمواطنين، رأيناه رحمه الله سدا منيعا لا يخاف في الله لومة لائم، وفي كلماته البرهان والدليل. إلى كل مسؤول عن طفل وطفلة، وإلى كل مسؤول عن مدرسة وثانوية، وإلى كل مسؤول عن مسجد أو ما يسمى تكية، وإلى كل مسؤول عن مؤسسة أو وزارة رسمية، إن لم تضعوا حدا للتطرف فلقد قيل: لا يحارب التطرف في لبنان إلا جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، أما الباقون ساكتون. جاهد سماحة القائد رحمه الله ودافع عن الإسلام، ورد شبه المضلين بالحجج والبراهين، وفند أقوالهم، وبين فسادها، وفضح زيغهم، وكشف دسهم، وحمل آيات الله وسنة نبيه وأقوال الأئمة الأعلام، وواجه بها المبتدعين بثبات لا يهتز وعزم لا يلين. من يريد أن يتحول المسلمون إلى وثنيين لن نسكت له. من يريد للمسلمين أن يتحولوا إلى عقيدة ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب وابن باز، عقيدة اليهود أحبابهم الذين يطالبون بالصلح معهم ومع الانبطاح، لن نسكت لهم ولو على جثثنا والله العظيم، لن نسكت لهم. فإن السلف الصالح ومنهم مصباح التوحيد الإمام علي رضي الله عنه قال: من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود. وسارت السفينة تكسر الأمواج وتشق عباب الأباطيل، وإلى جانب القائد رجال أفذاذ لا يحول بينهم وبين العطاء مصاعب ولا تغرهم المناصب. ومن هؤلاء الرجال موضع سره وثقته سماحة الشيخ حسام الدين قراقيرة حفظه الله، وهو الرجل الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها، والذي واكب القائد الراحل رحمه الله منذ عام 1983 حتى يوم وفاته، وكان يوكل إليه معالجة المهام الكبيرة والقضايا الدقيقة. وسقوط الأبطال لا بد منه، سقوط الرجال في محاربة أعداء الله تعالى سنة الله تعالى في الدعاة لدينه. فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. يوم الخميس في السادس من ربيع الآخر من عام 1416 للهجرة، الموافق للحادي والثلاثين من آب من عام 1995 رومية، امتدت إليه أياد سوداء مجرمة هي للشيطان أتباع وللخير أعداء،
رعاها أن تسمع صدى الحق يمزق صوت شرها، وأخافها أن ترى رايات الشرف ترتفع على أشلاء سوادها، فأغمدت رصاص حقدها في الجسد الطيب، واغتالت رمز الاعتدال سماحة القائد الشيخ نزار حلبي رحمه الله. وفجع الوطن والأمة، وضجت بيروت تبكي حبيبها، وفاضت الدموع في المشارق والمغارب، وخرج الناس يسألون عن الوجه الذي مضى، أصحيح رحل؟ ألن نلقاه بعد اليوم بيننا؟ أصحيح رحل؟ نعم، بطلنا القائد رحل، كما رحل من قبله أبطال كثيرون، ومع ذلك دين الله من قطع، ونور الحق من طفأ، وسار الألوف خلف النعش في ساعة وداع ما أصعبها ساعة. رحل الجسد وبقي النهج، رحل الرئيس القائد وبقيت الجمعية والمؤسسات، بقيت ثابتة الأساس، عميقة الجذور، متينة الجذع، منتشرة الأغصان، يانعة الثمار، تتبع الحق والاعتدال. وهب المشاريعيون من عمق الوجع وقلب الحزن، رفعوا الرؤوس، احتسبوا وصبروا، الكتف إلى الكتف واليد في اليد، وقرروا أن يكملوا المسيرة كما كان يوصي قائدهم الراحل، ولاح لهم نائب القائد وموضع سره، فسلموه الراية وأعلنوا ولاءهم والطاعة، إنه المؤتمن على أمانة غالية، سماحة الشيخ حسام الدين قراقيرة حفظه الله وسدد خطاه. صابرون ثابتون مع الحسام، مهتدون مقبلون إلى الأمام، مهتدون مقبلون طائعون بالتزام. سنبقى نستمسك بالنهج الأنقى، نهج الهرري معلمنا، ونزار والعر والوثقى. ولئن مضيت يا سيدي يا سماحة الشيخ نزار حلبي، فإن مبادئك ونهجك في القلب، وأمانتك محفوظة، فالأيدي متشابكة، ومسيرتنا مستمرة في الليل والنهار وعلى الوعر والشوك، ورايتنا لن تسقط بإذن الله، فنحن نحميها بالروح والمال والولد، ونرفعها خلفا عن سلف، لتكون إحدى الحسنيين، النصر أو الشهادة. حبيبي يا نزار، شوقني الهوى، إن
عن هجك ودرك سيد القائد، اهنأ بما عملت وقدمت، تبت حيا وميتا، إنا على العهد والوعد، أنت في البال والذاكرة، يطالعنا وجهك كلما رأينا أحد إنجازاتك، وتقوينا نصائحك كلما واجهتنا صعوبة. رحمك الله، فقد جاهدت وما قصرت، وما عند الله خير وأبقى.